اه صحيح، سمعت عن موضوع دار الحكمة، رأس الحكمة، رأس الحكمة مخافة الله. انتوا السيسي انتوا عارفين طبعا ما خافش حد. رأس الحكمة دي اتقال عنها كلام كتير. رأس الحكمة العيال السوشيالجية اللي مسرحينهم في السوشيال ميديا طالعين يتكلموا عن حل قريب وانفراجة كبيرة جدا، ومسألة الدولار دي هتنتهي. بعدين يطلع تسريب يقول لك والله الإمارات بتعمل مدينة زي العالمين كده في رأس الحكمة في الساحل الشمالي، وده بالفعل حصل، انهم خدوا الارض ونزعوا ملكيتها، الجيش نزع ملكيتها من اهاليها. وكان في فيديو لكامل الوزير لما قال لهم انا مش جاي اديكم حق بيوتكم واراضيكم، انا جاي اديكم هديه من السيسي، بعتها يعني من ورث الحاجه تقريبا. بعدين الكلام اتنطور واتقال لك لا ده العبار هيشتري المنطقه. اشتري ايه يا فندم؟ قال لك هيشتري منطقه مدينه راس الحكمه. يشتري ايه؟ ده بطول 27 كيلو متر، 27 كيلو على البحر وبعرض 7 كيلو. مين بيبيع كده؟ قال لك ايوه هيبيع وهيشتريها العبار وهيدفع لنا 22 مليار دولار نحل بيهم مشاكلنا. لا هي بصراحه مش مشاكلنا، هي مشاكل السيسي. فالناس بدات تتفاعل، البعض صدق وطلع قال لا واحنا مع استثمار الامارات او اي استثمار تاني بس من غير بيع الارض، والبعض قال عادي ما نبيع ما الدنيا كلها بتبيع. ما شفتوش ده كانت تركيا عارضه مطار للبيع، في اطار الردود دي يعني بتاعت العيال الدولجيه. وفي ناس ثالثه قالت لك لا 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 مفيش الكلام ده كله، هم بس بيعملوا فرقعه علشان يقولوا للمواطن ان ثق في الاقتصاد، فالعالم يعني ايه تبدا تحط فلوسها في البنك. ايه القصه؟ تعال نشوفها واحده واحده كده مع بعض، وبنبدا بالخبر ده. جريده المال قالت يوم الحد اللي هو النهارده 4 فبراير عادي، اتفاق مصري اماراتي على تنميه مدينه راس الحكمه بنظام الحصه العينيه والنقديه. وبتقول في التفاصيل جريده المال انها عرفت ان او علمت ان المشروع المرتقب لتنميه مدينه راس الحكمه بالساحل الشمالي يتضمن اتمام اتفاقيات بين وزاره الاسكان المصريه وعده جهات سياديه اماراتيه ابرزها وزاره الماليه. ليه؟ لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية مع سداد الطرف الإماراتي 22 مليار دولار نظير شراء أرض بتلك المنطقة. جريدة المال بتأكد وجهة النظر الأولى إن في بيع أراضي هيتم، وعائد الأراضي دي حوالي 22 مليار دولار هيدخلوا خزينة السيسي عشان يسد بيها مشاكله الاقتصادية اللي عملها بالاقتراض الغير مدروس. طيب يبقى ادي اول حاجة واول خبر عندنا من جريدة المال. نروح للمصري اليوم، وده عن فيها خبر قالته امبارح 3 فبراير 3/2، خطة النواب مشروع رأس الحكمة تأخر 7 سنين. اصلا المشروع ده المفروض يتعمل من 7 سنين، حتى بيقولوا ده في التفاصيل. النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قال إن مشروع رأس الحكمة هدفه استثماري بحت، وشدد على أهمية فتح المجال أمام مثل هذه المشروعات، وأضاف يا ريت يكون عندنا عشرات المشروعات من نوعية رأس الحكمة. وقال مع أحمد موسى إن مشروع رأس الحكمة اتأخر 7 سنين، وتنمية المناطق الساحلية بتجذب الاستثمار والسياح، وتم تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 7 مليار بدل من 3 مليار بناء على مجموعه معطيات ومش عارف ايه. طيب اتكلم عن بيع، محدش ضد الاستثمار. تعمل بقى استثمار البي او تي اللي هو مثلا ايه، تعالى استثمر الحته دي وابنيها وظبطها وخدها حق انتفاع 10 15 سنه ماشي. انما شراء ارض، هتبيع ارضك؟ هو انت تعرف تروح تشتري ارض في الامارات تشتريها كده طول العمر في السعوديه في اي مكان؟ تعالى نشوف الخبر اللي بعد كده. هات لنا يا سيدي الخبر اللي بعد كده. التوقيع على صفقة مدينة رأس الحكمة هيتم خلال أسبوع أو 10 أيام، ده حسب ما ذكر وكيل لجنة الإسكان في البرلمان. قال لك التوقيع هيتم من أسبوع لعشر أيام ما بين طبعا السيسي ومحمد بن زايد. طيب اللي بيحصل ده بيحصل علشان استثمارات في مصر، ولا بيحصل علشان مصر دلوقتي
محتاجة فبيتم ابتزازها وتبيع ولو بخسارة. اسمع الكلام وفكر فيه كويس. اللي عايز يستثمر في مصر ما استثمرش قبل كده ليه؟ واستنى دلوقتي لما وضعنا الاقتصادي بقى بالضعف ده ليه؟ وجاي دلوقتي هتقولي هيدفع 22 مليار. هقول لك ما يمكن في الظروف العادية ال 22 مليار دول كانوا المفروض يبقوا 200 مليار. ده واحد بيشتري المساحة دي كلها. عموما تعال شوف معايا احمد موسى وهو بيقول لك تبرير لكل حاجة. اصله هيجيب لنا فلوس واحنا مش هنعمل حاجة، بنبيع. وانت عارف ان اي حد بيبيع اي حاجة غالية بياخد فيها فلوس لانه ما عملش حاجة، هو بس قرر انه يبيع. طب رأس الحكمة ده اخباره ايه؟ ده استثمار. اسمه ايه؟ استثمار. ده جايب لك فلوس مش هياخد منك فلوس، يعني ما الدولة هتصرف عليه ولا الحكومة تطلع جنيه ولا الدكتور محمد معيد ولا عندك اصلا تعمل ده، لكن ده استثمار جاي هيضخ دولارات في البلد. استثمار هيضخ دولارات، مش هنصرف حاجة. انا اسف في اللفظ ده، بس هي الست البغي هي برضو بتبيع وبتقبض صح؟ هم عملوا حولوا المشهد لحاجة شبه كده، ان يطلع احمد موسى يقول لك ده استثمار هيضخ فلوس. يعني هيضخ فلوس ليه؟ علشان سواد عيون السيسي، هو بيحب السيسي عشقه فهيضخ له فلوس؟ ما هياخد قصادها حاجة، حاجة اكيد مش ب 22 مليار دولار، اكيد باغلى من كده، والتفاصيل جايه لك في الطريق وهنقولها وهنتابعها كل يوم. بس انا عايز افكرك بحاجه، هو مش نفس الاسلوب بتاع احمد موسى لما قال لك هتضخ فلوس واحنا مش هنخسر حاجه؟ مش الكلام ده اللي قاله لك وقت صفقه بيع الفنادق التاريخيه لهشام طلعت مصطفى؟ قال لك فلوس جايه، وهشام طلعت مصطفى ما هو مصري. طب هشام اشتراها وبعدين عمل ايه؟ باع الامارات. انت نسيت؟ ورينا الخبر، لا تكون الناس نسيت. هو نفسه، هو نفس الراجل اللطيف بتاع هتضخ فلوس اهو، قال لك صفقه مميزه بين الحكومه والقطاع الخاص، احمد موسى هشام طلعت مصطفى سيضخ اموال من الخارج الى الداخل لخزينه الدوله. يعني اي حد معاه فلوس لا مؤاخذه هيجي يضخها يقذفها كده في مصر، مصر تدي اللي هو عايزه. نفس الكلام قاله لك احمد موسى عن الفنادق التاريخية، وبعد ما ضخوا الفلوس جوه مصر هشام طلعت مصطفى باع الامارات، ودلوقتي الامارات جاية تاخد منطقة بحالها زي ما بيقولوا ناس كده بزيها يعني. طيب احمد موسى اهو، حد خد الارض ومشي، يا سلام. بيقول لك بقى بيسخر من شائعة بيع رأس الحكمة، كلام ليس له علاقة بالواقع. صحيح، انا افتكر برضو في حد تافه كتب لي على اكس اللي هو حسابي على تويتر وقال لي ايه، لما تلاقي حد في المطار واخد ارض وماشي بيها باخدها منه. يا لطيف، ايه اللطف ده يا جماعه؟ في دول منع بيع الاراضي لغير ولادها، في الخليج ما تقدرش تشتري ارض، كبيرك تشتري بحق انتفاع 99 سنه، في مواطنين في بلادهم معاهم جنسيتها وما بيشتروش ارض ولا بيوت، بياخدوها 99 سنه حق انتفاع. فاحنا نيجي محتاجين نبيع ايه؟ 27 كيلو في 7 كيلو، خد يا عم يلا، المهم تدينا فلوس عشان الباشا ايه؟ موروط ورط البلد وعايز ايه؟ عايز فلوس. عادي بقى الوليد بن طلال يروح يشتري لوحات، عادي مش عارف مين يشتري توشكا، عادي. ليه الباشا بيبيع؟ ويجي لك واحد بالسذاجة والسطحية دي يقول لك ايه؟ يعني حد خد الارض ومشي. ايوه معاه عقود وكاتبها، ولا انت هتنصب عليهم في الاخر وتأممهم زي ايام عبد الناصر، ولا ناوي تعمل فيهم ايه؟ ده كلام للاستهلاك المحلي، كلام تافه من شخصيات تافهه للضحك على الدقون وعلى العقول، مش اكتر من كده. طيب احمد موسى برضه، مشروع مدينة رأس الحكمة ما اسموش بيع، ده اسمه استثمار، ما اسموش بيع. ما هي الست اللي بتنزل الشارع دي بتقولكش بيع برضو، بتقولك استثمار برضو.
انا اسف التشبيه بس هم وصلوا لكده. امال ايه يعني؟ الاماراتي جاي يدي لك 22 مليار دولار ليه؟ بيحبك؟ عشقك يعني؟ انتوا نسيتوا هو عامل فيك ايه هناك في سد النهضه؟ مين اللي بيدعم سد النهضه وابي احمد؟ ما هو محمد بن زايد. عايز تقول لي ان محمد بن زايد ده جاي دلوقتي يرمي فلوس كده على الفاضي؟ جاي يرمي فلوس على الارض؟ جاي يرمي 22 مليار دولار ويقول لك اصل مش بيع ده استثمار؟ طيب ادي يعني ماكينه الكذب لا زالت مستمره وهتفضل مستمره طول ما الناس دي موجوده ومنتفعه من النظام اللي موجود. ما هو كل قرد زي ما قلت لك في البدايه عايز قرود، كل قراداتي عايز قرود يشغلهم. فاحنا عندنا قرادات اسمه السيسي، دول القرود بتوعه اللي دايما بيطيعوا كلامه وبيسمعوا كلامه وبيقولوا لك انه احسن واحد في الدنيا. عمرو اديب، ودينا على عمرو اديب يا سيدي، شارك في الموضوع برضه. عمرو اديب بيقول لك ايه؟ الناس كلها مستنيه بيع راس الحكمه، اللي كانوا بيقولوا لا مش هنبيع التراب دلوقتي مستعجلين، ولما انا كنت بقول نبيع كانوا بيقولوا لي يا خاين يا عميل، دلوقتي كلهم مستنيين فلوس راس الحكمه. احنا دلوقتي داخلين في مسابقه مين رخيص اكتر ومين كان بيحلل بيع البلد من الاول. فعمرو بيقول لهم انا من قبلكم كنت بقول بيعوا الارض، وانتوا كنتوا بتقولوا لا دي خيانه وعماله، انتوا دلوقتي خونه وعملاء زي ما انتوا كنتوا بتقولوا عليا بنفس منطقكم. طيب بدل ما نبيع ارض مصر، بدل ما نبيع ارض مصر، ما نبيع المشاريع اللي السيسي غرق فيها البلد. ايه رايك؟ بدل ما نبيع الارض المصريه نبيع المشاريع اللي السيسي غرق البلد فيها وغرقنا بالديون بسببها، علشان شايف انها هتجيب المليارات لمصر، زي مثلا البرج الايقوني. ما تبيعوا البرج الايقوني يا جماعه. البرج الايقوني شاهد شاهق الارتفاع على مصر الجديده الغارقه في الديون، جدران الازمه تتصاعد، خبر قدام حضرتك اهو. هاتوا لنا يا جماعه الشاهد على الخيبه الثقيله، البرج الايقوني الشاهد شاهق الارتفاع على مصر الجديده الغارقه في الديون، جدران الازمه تتصاعد ولا زالت تتصاعد. العربي الجديد، العربي الجديد يا جماعه، تعال نشوف، هاخد لك بس كلمتين من اللي اورده العربي الجديد عن الموضوع ده، اقتباس كده سريع. بتقول لك ايه العربي الجديد؟ بتقول تجري الحكومه المصريه مفاوضات صعبه مع الصين لمبادله اصول البرج الايقوني وعدد من المباني في حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه الجديده بديون تسدد بالعملتين المحليتين بين مصر والصين. تصطدم المفاوضات بإعادة تقييم الأصول بعد رفع الجانب الصيني قيمة المشروعات من 1.2 مليار دولار المحددة سابقا يعني إلى 3.7 مليار دولار، وممارسة الجانب الصيني ضغوط تحول دون اكتمال المشروع في وقت ترغب الحكومة في افتتاحه رسميا في الاحتفال، في احتفال ضخم في يوليو المقبل. يعني حتى الخيبة مش عارف يكمل فيها. كانوا متفقين على 1.2 مليار، دلوقتي الصين بتقول له 3.7 مليار، وهو عايز يعمل حفل ضخم في يوليو اللي جاي، فهيبيع، هيدفع، وهياخد الفلوس بعد ما يبيع راس الحكمه ل 22 مليار دولار دول، هيروحوا برضه شقاره ونقاره جدا. هيروحوا بقى ايه؟ 2.5 هنا علشان نعمل البرج الايقوني، و1.5 عشان نعمل احتفال جامد جدا في 30 يوليو اللي جاي، وهكذا. والمواطن المصري ليه الحسره والغلا والكوى وفوائد الديون واقساط الديون والذل والهم وبس. كهرباء تقطع عليه، ما يلاقيش رغيف عيش، ما يلاقيش ازازه زيت، الزيت واصل بكام واللحمه بكام، و و ده اللي احنا عايشين فيه. الخلاف بين الجانبين متوقع في ظل تغيير النظام الشروط التنفيذ عدة مرات، بدأت بطرح البرج ومباني الوزارات على شركة أعمار الإماراتية اللي تراجعت عن تنفيذه لعدم موافقة الحكومة على اقتراض الشركة لتمويل المشروع من البنوك المحلية. لجأت الحكومة إلى الجانب الصيني للحصول على تمويل للمشروع الذي اشترط تنفيذه عبر شركاته ومقابل 3600 دولار للمتر المربع. في البداية رفضت الرئاسة المبالغ المحددة من الجانب الصيني، مطالبة
أو طلبت بأن يجري التنفيذ من قبل شركات حكومية ثبت عدم خبرتها في بناء ناطحات السحاب على أن يتحول الجانب الصيني إلى الممول ومقاول التنفيذ. فشل بعده فشل. ما عندكش شركات تعرف تبني، وما عندكش أي رؤية ولا دراسة. طبعا ما فيش دراسات جدوى، السيسي ما بحبش الكلام ده. ما عندكش رؤية، عشان كده عمال تطلع من نقرة تقع في دحضيرة. بتدفع من جيبك؟ لا، بتدفع من جيب الشعب ومش حاجة تانية. تعال نشوف بعض آراء حضراتكم على الموضوع ده، موضوع بيع راس الحكمة. النجار بيقول تيران وصنافير من بعدها راس الحكمة، ده غير المؤسسات اللي استولى عليها الخلايجة. تخليص حق بلدنا بتتباع حتة حتة وبتضيع مننا بسبب حاكم مصاب بجنون العظمة وفاكر نفسه انه اوتي مفاتيح الحكمة وفاهم كل حاجة. خراب وفساد هندفع ثمنه سنين احنا واولادنا واحفادنا. يا رب خلصنا منه عاجل غير آجل. تعال نشوف تعليق تاني من حضراتكم على منصة اكس، تعليق لحساب اسمه راجي عفو الله، بيقول فضلتوا 60 سنة تكرروا كذبة إعلام عبد الناصر إن الفلسطيني باع أرضه، ويشاء السميع العليم إن سنة 2024 نشوف الفلسطينيين بيموتوا على أرضهم دفاعا عنها، وإحنا يتكتب علينا نبيع أرضنا جزيرة جزيرة وقطعة قطعة من أجمل أراضي مصر تحت هاشتاج راس الحكمة. تعليق تاني من تعليقات حضراتكم على موضوع راس الحكمة، المرة دي من محمد عبد الرحمن، حاطط صورة لعبد الفتاح السيسي وبيقول رأس الحكمة بس، وبيقول له رأس الحكمة ولا زود لك عليها حتة من مطروح. قول لي عايز ايه، رأس الحكمة ولا زود لك عليها حتة من مطروح يا باشا؟ انا عايز اقول لك ان في دول في العالم بترفض الاستثمارات الإماراتية. المملكة المتحدة بريطانيا العظمى رفضت استثمارات إماراتية، قالت دي خطر على الأمن القومي البريطاني، بينما احنا بنبيع أرضنا للإماراتيين علشان بمنتهى البساطة بكرة تلاقي كوهين هو اللي ماسك وشاري الأرض دي، الإماراتي بقى يبيع اللي هو عايزه، مش انت ملكته وهو بيجنس وما عندوش مشاكل. بريطانيا حصة مجموعة الإمارات للاتصالات بفودافون خطر على الأمن القومي. مين اللي بيقول ده؟ بريطانيا بتقول لك الحصة اللي داخله بيها، الجزء اللي داخله بيه الإمارات في شركة فودافون خطر على الأمن القومي البريطاني. وإحنا فين؟ إحنا لما نقول الكلام ده وننبه ونقول الحقوا البلد يتقال عنك إن إحنا إيه؟ إن إحنا الخونة. وهو الزعيم، اتكلم على الزعيم يا ولد، زعيم ده حمى مصر من ايه يا بيه؟ حمى مصر من الاخوان. الاخوان عملوا ايه يا بيه؟ الاخوان كانوا عايزين يبيعوا مصر، طب ما هو بيبيعها. الاخوان كانوا ما شفناهمش باعوا، ما هو باع. لا اصل مرسي كان هيبيع الهرم لقطر، طب ما هو باع راس الحكمه، بس مرسي ما باعش. ما هو باع محور قناه السويس، ما هو باع المستشفيات القديمه، ما هو باع الفنادق التاريخيه، ما هو باع الجزر، ما هو باع البترول الغاز، ما هو باع المواطنين المصريين دلوقتي نفسهم متباعين يعني ومرهونين. قالك لا بس هو حمى البلد، ده بيفكر وبيعد الخطه اللي جايه لسنه 2052. يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا افهم اللي بيطبلوا عشان مستفيدين، انما اللي قاعد يا عيني يعني مش لاقي ياكل. ايوه السيسي يا عم يا عم يا عم الله يخليك، فوق لنفسك، البلد بتروح وابنك مش هيلاقي حتة يقعد فيها بعد كده. مهم نقاضى على الإخوان، يا عم الله يكرمك، راجل طيب، يا إما راجل طيب في دماغك يا إما مضحوك عليك.